يونس، يونس قوم، يونس قوم. دي جيت هنا ازاي؟ اجيت ورا هاد اللي انت قتلته. مو معقول يا عم، كل ما اوصل لخيط بتقشر. يا مصطفى انا بعت لك نمره دلوقتي، عايز احداثياتها. ما عنديش وقت يا مصطفى. يونس اقعد يا يونس، هذا بده قطب. قطب؟ ايه قطب، قطب بالخيط. قطب بالخيط الحلو دكتور ولا ايه؟ بسوريا بعد الحرب كلنا صرنا دكاترة بسيطة. خلي ايدك. لا تخاف يا يونس، أنا لو بدي أخلص منك كنت خلصت منك أنت وعلى الأرض. وما عملتيش كده ليه؟ لأنه ما بدي أخلص منك. أنا وأنت عم نشتغل لمصلحة واحدة. اصحي، مصلحتنا مش واحدة. أنا بدافع عن بلدي، أنت بتقبضي. تقدر ما تحكم علي لأنك ما بتعرف عني شيء. أنا كمان بخدم عيلتي. عنا بريف الشام الوضع صار غير إنساني. أبي وأخي ماتوا بالقصف، وجواد طلعني أنا وأمي وأختي مقابل إني أشتغل معه. هلا هن برات سوريا مأمنين ومرتاحين. إذا أنت ما بتعرف شو يعني الوطن الآمن لأنك ما تحرمت منه، ما رح تعرف شو يعني مأمنين ومرتاحين. هاي الكلمة بتسوى الدنيا وما فيها. إذا أنت وجواد صح، اثنيناتكم بدكم تعرفوا مين ورا هالهجمات، شو المشكل بالتعاون. ازاي يعني؟ انت بتشتغلي ضد بلدي؟ انا بعمري ما اشتغلت ضد مصر. حتى لو افترضنا اللي انت بتقولي ده صح، جواد بعد لما ياخد اللي هو عايزه هيقتلك، هيصفيكي. انتي بقيتي كارت محروق يا مايا. اسمي شام بالمناسبة. الحمد لله على السلامة. شام، لو عايزة تكملي جميلك معايا شرابي اتقطع ساعة الخناقة، فلو تاخدي غرزتين يعني ايديك حلوة أوي. إيه الغباوة دي؟ يا مصطفى. أيوة يا يونس. التليفون ده اتقفل من نص ساعة في حتة اسمها أوريا، مش بعيد عن كومو. فين أوريا دي؟ بعيد عنك بحوالي 20 دقيقة بالعربية. أنا بعرف وين. سلام يا مصطفى. تابعت الحسابات اللي كانت بتحول المصاري لإيفان. الحسابات هاي مربوطة بكريدت كارد لحساب شركة. نفس الحساب هاد قطع 5 تذاكر لميلانو وحجز فندق هون. راقبت الأوتيل وإجيت وراهم لحد ما تقابلنا هون. الشركة هاي ما لها أي مقرات بيكون، عندها بس ممتلكات، واحد منهم بأوريا على البحر. انتوا مين؟ ها؟ فين الصواريخ يا عبدو؟ صواريخ شو اللي بتحكي عليها؟ صح،
ليك حق ما تفتكرش، دي حتى حكاية عدى عليها سنين. افتكرت؟ رح أقول لك على كل شيء، رح أقول لك على كل شيء. هذا هو المكان. هو خلي هذا معك يا يونس. ازيك يا يونس؟ انت ازاي يا جدع انت ما تشكرنيش على طفايات الحريق اللي سبتها لك جنب كرسي؟ طب ما تخلي طقم العزا اللي ورايا ده يفكني وانا اجي اشكرك بنفسي. وانا في اعدادي كنت عايش في مدينه من المدن اللي على الصحراوي، مكان جميل وهادي زي المكان ده بالظبط، بس كان فيه مصيبه واحده، فران. فران كتير قوي يا يونس، والفار منهم ايه؟ سلامتك بالدنيا قد كده. كان معايا الزراعيه كانت بتوزع على البيوت سن، بس شويه والفران اتعودت على السن، بقت بتاكله عادي يا يونس زي الدريسنج على السلطه. تخيل بتاكله عادي. صحتين، بس شو دخلنا نحن بقصه السلطه؟ يوم اخوك يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ مصايد، يعمل مصايد يا يونس. مصايد بقى ازايز الحاجة الساقعة البلاستيك، عارفها؟ يجي الفار من دول يخش عشان ياكل، تقفل عليه المصيدة، ألم أنا الفران وأغرقهم في جردل قصاد بعض، وبعدين أولع فيهم بجاز. تصدق يا يونس؟ أنا ما كنتش أعرف إن الفران ليها صوت. دول بيصرخوا صريخ وهم بيولعوا. صموا أسبوعين، أسبوعين بالظبط، وما لقيتش فار واحد عندي في البيت. بس فضلوا يخشوا عند الجيران عشان عرفوا ان دخول بيت انا فيه عذاب، عذاب اخرته موت يا يونس. انا لو اعرف ان دي مشكلتك من الاول كنت جبت لك قطه، او خليت حد من حبايبي يديلك توكيل مكافحه حشرات. كفايه فران بقى، السنتين دول طولوا. انت ومراد فران حرقكم مش هيخلي حد يقرب مني تاني. عاجبك المرمطه اللي انت فيها دي؟ انا عايز اسالك سؤال واحد بس، ايه اللي خلاك صدقت مراد ومشيت وراه؟ اكل العيش، البلد مليانه فران وسخه ولازم تنضف. حقك يا يونس، حقك طبعا يا يونس، حقك تعيش في بلد نظيفه، وحقك كمان. اللي أقول له يا يونس، هو يعني إيه بلد؟ المكان اللي بتتولد فيه، ولا المكان اللي بيديك باسبور، ولا المكان اللي بيأكلك عيش؟ أصل أنا مش
مش عارف استوعب الفكره دي خالص. ولا عمرك هتستوعب. احنا 100 مليون، يعني لو في كل مليون واحد وسخ زيك كده البلد مش هتخرب. هندوس عليه بالجزمه وهنكمل عادي. هما لسه بيضحكوا عليكم بالكلام ده؟ لسه. والله يا يونس انا كان نفسي ارغي معاك اكتر من كده، بس مش عايز اخرك عن مراد. ازيك يا مايا؟ هي مايا دي بقى بنت ب 100 راجل، عملت دورها هايل يا يونس. دور؟ منين تعرفني انت؟ انا ما بعرفك اصلا. بس تعرفي جواد ده بيشكر فيكي قوي. ما تبصلهاش كده يا يونس، دي بنت غلبانة وجواد كان بيشتغلها. بس الحقيقة يعني هي بني آدمة جميلة 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 جميلة، انت اكيد عرفت. والله يا اخي حرام الناس اللي عماله تموت بسببك دي. انا مش هرحمك يا راضي. وانا مش هنساك يا ونس. عمر انا وصلت النص احداثيات مكان الصواريخ. والنص التاني يعني يا معراضي لسه بيدور عليها. راضي خرج من نص ساعه على طريق من ميلانو لماليزيا، واحنا وصلنا بقيه الاسامي اللي في الليسته، منهم اسم نصير الاحمدي ضابط ليبي سابق وعايش في البتر. اول طياره كمان 4 ساعات. نصير هنا بقاله 5 سنين، عمل شركة مقاولات كبيرة وبيشتغل مع أهم ناس في البلد. عايش لوحده، ابنه الوحيد اسمه عدي وبيدرس في مصر. يوم النهاردة الصبح كان عادي جدا، العيال معايا رد تليفونه وما جالوش أي مكالمة غريبة. راضي بقى وصل الصبح وعمل تشيك إن في أوتيل شيك قوي، وقابل 2 من المافيا الصيني. الاوتيل ده فيه حفلة برايفت هيحضرها ناس مهمة جدا جدا. هو المكان بيقفل امتى؟ كيكي لك انت جاي من النت كتابة طول. مش متأخر كده؟ منور يا يونس، اخوك علي. نصير اسمه موجود في لسه المدعوين في الحفلة. انا اعرف تخش الحفله دي يوسيل؟ الاوضه في الاوتيل محجوزه باسمك. ودي دعوات الحفله ايه؟
الكمبيوتر ده عليه سيستم الاوتيل كله. جي يوسف تنكا جي تنكا جي. علي هو انت شغال ايه؟ زي ما انت شايف شيف. يا عمر عملت ايه في موضوع ابن المصير؟ جاري تحديد مكانه ايونس. طب طمني ايه الاخبار يا مصطفى؟ انا قلت لعمر بيه لما كلمني اخطف له كان راضي ده وانت تيجي تستلمه من التلاجه جوه. مش بسهوله كده. احنا عايزين يوصل اللي هو عايزه ويبعتها للي مشغلينه ونخلص منهم كلهم. كلام موزون شايك. طب انت ناوي على ايه؟ وانا ما ينفعش اظهر خالص. راضي لو عارف ان انا هنا العمليه كلها حبوس. السؤال بقى حسين بتعمل ايه هنا؟ شيف. شيف يا راجل ده ولا يبان عليها خالص. انت كنت فاكر ايه؟ نصير وصل. خليك قريب منه عينك ما تروحش من عليه.